ده في كل اتجاه وفي كل أكيد مكان وفي كل مناسبه. اكيد دي حقيقه. يعني يمكن انت كنت يعني يمكن انت كنت من اول الناس اللي حتى بتحس ان حد بي يعني او لاعب او موقف او حاجه بتحصل بتقول لا النادي الاهلي فعلا ما اثرش معانا. هو ما اثرش معانا في حاجه يعني، انا في حياتي كلها هو يعني ما افتكرش ان انا مثلا اتخيلت حاجه ممكن تحصل وما حصلتش يعني في الخيال كاحتراف. تمام يعني انا 2002 حضرت الثورتين وازمه كورونا والحاجات دي، اكتر حاجه الناس بتبقى فيها مشاكل مثلا مشاكل ماديه، الاهلي ما عملش حاجه، ما اتخصمليش يمكن انا مره واحده في حياتي كلها كابتن اشرف خصم لي 50 جنيه. وكان خاصمها عشان حلف وكنا لسه كسبانين الدوري في يوميها، فانا بغلس عليه فقال لي طب والله لا اخصم لك، قلت له مسامح مسامحك في 50 تمام. انما في حياتي الحمد لله عمره ما اتخصم لي حاجه، لا يعني لا سوء سلوك ولا انها مثلا ظرف ظرف نادي في عز مثلا لما الثوره قامت والمداخل النادي السبونسرز والحاجات دي ابتدوا ياثروا وما بيدفعوش ما اتخصم لناش حاجه، حصل جدوله وكل واحد خد حقه. يمكن من الحاجات اللي انا يعني حتى لما باجي اتكلم مع حد يعني من بتكلم ان انا كان في زميلنا معانا في النادي وراح الزمالك اسمه كريم خالد. بعد سنتين تمام هو بيمضي في الكشف معايا لانه ليه فلوس. صحيح. بعد سنتين ما ساب النادي يعني ساب النادي وراح الزمالك سنتين تمام بياخد فلوسه بياخد فلوسه في النادي زي زيه. انا سعيد ان حضرتك بتقول الكلام ده لان انا كنت لسه قايله قبل ما حضرتك تبقى معايا طبعا تشرفني. فممكن الناس تقول لك ما هيثم بيقول كده يعني قرارات الاهلي ما لازم يقول كده. لا لا, لا والله ده حقيقه مفيش واحد مفيش لاعب في النادي الاهلي يعني من اللي انا عاشرتهم انا بقالي 18 سنه في النادي عمر طويل. 18 سنه في النادي مفيش حد راح عليه مليم في النادي يعني. طيب انا طبعا يهمني اعرف محطات مهمه في حياتك والمباراه اللي انت يعني ظلت في دماغك محفوره، ولكن خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين، هروح لفاصل وارجع تاني عشان نكمل حوارنا مع الكابتن سيد لاشين نجم مصر ونادي الاهلي في تنس الطاوله.